وياكم فلان، وهاي الصوتية 20 من عراقي بودكاست، الموسم الثالث. أكو فد حكمة قديمة كلش معروفة عند سكان أمريكا الأصليين، اللي هم النيتيف أمريكان، اللي هم أكو ناس تسميهم الهنود الحمر، وكانوا يتناقلوها بيناتهم عبر الأجيال. وطبعا ما نقدر نعرف أصلها أو كم عمرها لأسباب معروفة ما نحتاج نتطرق لها، بس نقدر نقول إنها تنطبق على أي وقت وأي إنسان. الحكمة هاي تقول إنه الإنسان أكو بداخله ذيبين أو ذئبين، وهذني الذئبين دائما بصراع، واثنينهم لهم فرصة يفوزون وبأوقات مختلفة بحياتنا. زين، شنو مواصفات هذني الذئبين أو شنو يمثلون؟ نقدر نقول الذئب الأول أو الذيب الأول هو يمثل الظلام. هذا الذيب دائما متعطش للأذية والحسد والجشع والتنمر ولأخذ الأمور بالسلطة والقوة، وهذا الذيب يعوي ويهجم على أي شخص يمر من قدامه، مو مهم الموقف ومو مهم شو وقت وليش. أسهل شيء هو أنك تخلي هذا الذيب يغضب ويتعارك ويهجم. أما الذيب الثاني هو ذيب النور، اللي دائما يقدم الحب والرحمة والتواضع ويبدي الخير على الإساءة، وبنفس الوقت يختار الوقت المناسب والسبب المناسب حتى يهجم ويدافع عن نفسه. صعب كلش انك تخليه يغضب او يهجم او يتنرفز، وراح تلقي هذا الذيب يريد يستمتع بالحياة ودائما يسعى للوحدة والتواضع. وطبعا واضح هاي الذئاب شنو تمثل. الذيب الاول يمثل السواد والظلام والتسرع اللي بداخلك، والذيب الثاني يمثل الحكمة والفهم والطيبة اللي بداخلك. والسؤال الجوهري بهاي القصة أو الحكمة، منو بيهم راح يفوز؟ الجواب بكل بساطة، اللي راح يفوز هو الذيب اللي راح توكله وتهتم به. هذني الذيبين راح يكونون بصراع ما إلى نهاية. راح تحس بهذا الشيء بكل مرة تحاول تاخذ بها قرار، وبكل مرة راح تفرح، وبكل مرة راح تغضب، وبكل مرة راح تسامح، وبكل مرة راح تتبلى أو تتهجم. كل مرة أنت راح تستخدم بها قوتك، وقوتك هنا ممكن تكون تمثل الذيب الأول أو الثاني، وهذا الشيء راح يحدد الموقف وردة فعلك اتجاهه. يعني باختصار، هذني الذئاب تمثل الخير والشر بداخلك، وبنفس الوقت راح تسيطر على تصرفك وردود أفعالك وطريقة تفكيرك. هاي الحالة راح تلقيها تنطبق على كل نواحي حياتك تقريبا. وأول شغلة هي تطور شخصيتك. أنت هنا راح تلاحظ تأثير تصرفاتك وردود أفعالك وإنعكاسها على تطور شخصيتك ووعيك الذاتي، وراح تخليك تفكر بأفكارك وعواطفك وشلون توظفها بحياتك، وتباوع على تطور شخصيتك إذا كان نحو الأسوأ أو الأفضل. وهذا الشيء يساعدك تمارس الوعي الذاتي على نفسك، وتحدد شنو عندك سلبيات مأثرة على حياتك وتحاول تعالجها، وهذا الشيء يعزز نمو شخصيتك أنت. أنا هنا بعدني ما دا أحكي على شلون الناس دا تشوفك، وإنما دا أحكي عن شلون أنت دا تشوف نفسك. هل أنت شايف نفسك شخص زين أو مو زين؟ هل أنت إنسان عصبي؟ هل أنت إنسان ضعيف؟ هل أنت إنسان همجي؟ هل أنت إنسان متفهم متقبل لنفسك وللناس؟ هذا كله يساعدك تنمي شخصيتك وتطورها، ويخليك تشوف أنت مهتم بأي ذيب وأي ذيب أنت مهمل وياه. وهذا الشيء ياخذنا لثاني شغلة راح تفيدك بها هاي الحكمة، وهي ذكائك العاطفي، وشلون تعلم نفسك شلون تدير عواطفك من خلال انك توكل الذيب الثاني بانك تعرف شلون تتجاوب ويا المواقف، وتعرف شلون ما تتجاهل الذيب اللي بداخلك، وتعرف شلون تتعاطف وتتفهم الاشخاص اللي حواليك، وانك تسمع لشريكك او جيرانك او صديقك وتهتم لامره والوجهة نظره ومعاناته، انك ما تتجاهل الذيب اللي بداخلك اللي يقول لك ساعد هذا الشخص، او على الاقل افهم شنو يريد يقول لك بدون ما تخلي الذيب الاول يسد عينك عنها، واللي ممكن يخليك تقول زين هسه منو مهتم، او هسه شو اسوي لك، او طبك مرض، او دوختني، او حتى تتعارك ويا هذا الشخص، او انك تزيد من معاناة هذا الشخص بشكل من الاشكال، وهذا الشيء يتحول تاثيره لعلاقتك بهذا الشخص أو علاقتك بشكل عام ويا الناس. إنك تتواصل ويا الشخص المقابل إذا كان أكو بينكم مشكلة أو نزاع، وتحاول تحل هاي الأمور.
واحدة من الأمور اللي تستفيد بيها من هاي الحكمة هي اتخاذ القرارات، إنك يكون عندك مفهوم لاختيار القرار الأخلاقي. يعني شنو عواقب القرار اللي أخذته؟ يعني مثلا هل اختيار الاختصاص ابني أو بنتي بالجامعة راح يأثر عليهم ويخليهم يعيشون حياة سعيدة ومرتاحين بها، لو راح يخليهم يعانون لبقية عمرهم من شغل هم ما يحبوه أو ما يريدوا؟ هل إني أجبر بنتي على الزواج من شخص شي بمصلحتها، لو أنا هنا دا أفكر بأنانية تجاهها؟ طبعا الأمثلة ما راح تكون مقتصرة على الوعي الذاتي أو العلاقات أو اتخاذ القرارات، لأن هاي الأشياء لابد منها، بس هذا النوع من الوعي راح يساعدك بتطورك المهني، من ناحية أنك تكون عندك صفات إيجابية إذا كانت قيادية أو لا، لأن الرحمة والتعاون والنزاهة هاي أشياء مو موجودة بكل بيئات العمل. ممكن تكون مدير ما يرحم الموظفين ويعاملهم معاملة العبيد، أو يشد ويا موظف معين لأن ما يحبه، أو مختلف ويا دينيا أو سياسيا، أو حتى مرات يشد ويا لأن يشجع فريق منافس الفريق. من تفكر بتنمية وتوعية نفسك وتفكر شلون تغذي الذيب الثاني، اللي راح تلقي نفسك تحاول تتجنب هاي التفاهات والصراعات وتركز على شغلك وتزيد من إنتاجيتك وتعيش ببيئة عمل صحية ومريحة. وطبعا إذا كنت أنت شخص عندك وعي ذاتي وعندك معرفة بالتعامل ويا العالم اللي حواليك وتعيش ببيئة عملية صحية وبيئة منزلية صحية، راح تلقي روحك بمجتمع صحي، راح تلقي نفسك بنية مجتمع صحي حواليك. وهذا الشيء إذا تعمم على كل الناس وكلنا فكرنا بهاي الطريقة، راح نقدر نتخذ قرارات جماعية مناسبة، راح تلقي عدالة اجتماعية وبيئة مناسبة تعبر بيها عن رأيك، والناس تحترمه وتقدره، وحتى من تعترض عليه فراح يكون لمصلحة الجماعة. وهنا المشكلة، إنه أكو هواي ناس عبالها هي الوحيدة اللي تدافع عن مصلحة الجماعة، وهي الوحيدة اللي عندها الحلول، وإذا أحد عنده رأي مخالف لهذا الشيء راح تلقيه ذيابة بوجهه تهاجمه بشكل مبالغ به وبشكل أناني ومتعجرف. أوكي، خلي أنطيك مثال حتى نقدر نشوف الذيابة بالكومنتات. عندك موضوع الحجاب، أنا شفت ناس بمجتمعنا تهاجم أو تستحقر البنية المو محجبة أو اللي نزعت الحجاب، وإذا تباوع على هجومهم بهذا الاتجاه راح تلقيهم يحجون عن القيم والأخلاق وإن هم الوحيدين اللي الله هاديهم، وإنه الناس كلها متفقين وكل رجال الدين متفقين إنه الحجاب فرض. وطبعا هذا الشيء مو صحيح، ماكو إجماع على هذا الشيء، ولو أكو إجماع كان ما حكينا بهذا الموضوع أصلا وما تناقشنا به. ويقول لك إنه البنية المو محجبة ما عندها أخلاق، وإنه هذا مقياس الوحيد للأخلاق للبنية، وأنه المجتمع راح يخرب إذا شفنا شعرها. بس لنفرض أنه أكو إجماع على الحجاب أنه هو فرض مثل ما تدعون، هل الصلاة بدينك فرض؟ إيه. هل كل الناس تصلي؟ لا. هل الزكاة فرض؟ إيه. هل الناس كلها تزكي؟ لا. زي منو اللي راح يحاسب هذول الأشخاص؟ أنت، أني، الحكومة، كل شخص مسؤول عن الجانب الديني بحياته، مو أنت، مو أني، مو الحكومة. هذا الشيء دنشوفه بمعظم دول العالم، ودنشوفه بدولنا العربية من ناحية الفروض الدينية المتنوعة. إيش معنى الحجاب اللي الناس مكلبة بيه؟ باختصار لأن أكو ناس عبالها هم أحسن من غيرهم، وما يباعون على هاي الأمور بطريقة شخصية، وإنها مسألة شخصية مو من حقنا نتدخل بيها. من كل واحد بينا ينطي الناس حريتهم الشخصية باختياراتهم وبالطريقة اللي عايشين بيها، راح نعيش بمجتمع يحترم الكل إذا كانت محجبة أو غير محجبة. بس إذا قمنا نحتقر الغير محجبة بحجة السفور وتخريب الأخلاق مع المجتمع الخرافية، أو إذا قمنا نحتقر المحجبة بحجة إنه هذا الشيء رمز للتخلف أو الضعف، هنا راح نعيش بمجتمع مفكك مليان بالذيابة اللي تنهش بلحمك على كل قرار تاخذه بحياتك، وبوقتها عمرك ما راح تكون مرتاح بأي قرار تاخذه لحد ما تموت. طبعا موضوع الذئاب اللي تتصارع بداخلنا تأثيره هواي، منها الصحة العقلية ومعالجة الإدمان وموضوع الأمومة والأبوة، مثل إنك تعلم ابنك يبوق، وهذا الشيء موجود بشكل غريب. يعني تلقي الأب من يشوف ابنه يبوق من محل أو من صديق تلقيه عادي، بالعكس يقوم يضحك ويشجع هذا الفعل، أو اللي يعلم ابنه البخل أو العصبية. طبعا اكو ناس حتقول يعني شلون يعلم ابن البخل او العصبيه يعني، وهاي مشكله ثانيه، لان اكو ناس عبالهم ابنائهم اغبياء يتعلمون بس اللي مكتوب، ما يتعلمون من تصرفات اهاليهم. الطفل من يشوف ابوه عصبي او يشوف امه عصبيه او شايله النعال
أو يشوف أخوه الكبير يسب ويشتم بالناس طول الوقت، أو يتعارك وياهم، أو حتى يشوف هذا الشيء من المعلم. هذا كله يبني شخصية تغذي الذيب السيء بداخله وتدفن الذيب الزين. طبعا هذا الشيء ينطبق مو بس على الأخلاق، وإنما ينطبق على نواحي هواي من الحياة. إنك تكون شخص صبور، إنك تكون شخص يقدر يفكر ويحل المشاكل ويحاول يبعد عن التوتر والخبصة، إنك تكون شخص تقدر تتخطى المناسبات الصعبة بحياتك وتدافع عن نفسك، أو إنك ما تسكت على الظلم، أو إنك تتغلب على الخوف، أو إنك تكون متصالح مع فكرة الخوف أو الهزيمة أو الفشل وتباوع على الجوانب الإيجابية لهاي الأشياء، وشنو تعلمت من هاي التجارب وشلون تتفاداها بالمستقبل. حياتنا معقدة وبها هواي تحديات وعقبات تأثر على شخصيتنا وعلى جودة حياتنا وسعادتنا. لهذا تطبيق هاي الحكمة بحياتنا يفيدنا كأفراد وكعلاقات وكصحة عامة وكمجتمع. لذلك استخدامها والانتباه إلها مهم، ولازم تتذكر إنك عندك القوة والصلاحية إنك تختار أي ذيب بيهم راح توكل، لأن أكو هواي ناس تعتبر نفسها ذيابة، بس ذيب عن ذيب يفرق.